وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي العسكري العميد المتقاعد حسن ظافر الشهري، بعد التحية. طبعا ما قراءتكم للبيان الذي تلاه معالي وزير الخارجية البحريني؟ شكرا، تحية لك ولمشاهدين الكرام. لا شك أنه مثل هذا الاجتماع الذي كان محددا مسبقا كان منتظر، وسمعنا جميعا إلى البيان الرصين المحدد الواضح المعالم. نعم. والذي يدل أيضا على الثقة التامة عندما أشار إلى إمكانية التحاور في ظل تنفيذ قطر لجميع المتطلبات 13 والمبادئ الستة التي صدرت عن اجتماع القاهرة، وأكد عليها هذا البيان، وهذا ما تريد شعوب المنطقة. أنا أعتقد أنه لو رجعنا إلى الخلف قليلا، أن قمة الرياض التاريخية في شهر مايو الماضي كانت نقطة تحول استراتيجية، هي اللي جمعت الدول العربية والإسلامية مع الولايات المتحدة، وضعت النقاط على الحروف، سبق الجميع على مكافحة الإرهاب كل أشكاله وصوره، تجفيف منابع تمويله، وأيضا التحريض عليه وإيواء الإرهابيين. وافق الجميع في غياب رأس الحرب الإرهاب إيران والنظام السوري، ولكن في نفس الوقت تعرض سوء النظام القطري في الرياض، وبالتالي صدر من حاكم قطر الشيخ تميم ذلك الخطاب المشؤوم الذي دار حوله بعض الأمر، ولكنه جوبها مباشرة بالقرار الحازم الذي صدر يوم 5/6/2017 من الدول الأربع والمتطلبات 13 كاملة لتجنيب المنطقة المزيد من القتل والتشريد والتقسيم. هو في الأساس أي عمل تقوم فيه الدول الأربع التي تدعو لمكافحة الإرهاب هو في مصلحة الشعب القطري أولا، ثم لإعادة ترتيب البيت الخليجي الذي أخل بشروطه النظام القطري. والخليج كما نعلم أختي الكريمة تداعب التحولات المتسارعة، التهديدات الجيوسياسية، كذلك أيضا يحدث مثل هذا الاجتماع بوجود دولة مصر الشقيقة وهي كنانة العرب أيضا لإعادة ترتيب البيت العربي. إذن بالغت في سياق البيان تم التطرق إلى يعني الاستعداد للحوار، استعداد لفتح باب الحوار، ولكن في حال في استمرار قطر بالتعنت والتصعيد وأيضا المكابرة، إذن إلى أين سوف تتجه قطر إذا لم تصحح هذا المسار؟ قطر تتجه إلى المجهود، بالغت في تعنتها، عاشت على الوهم ولا زالت، وكانت تعتقد أن بعض الدول من مراكز الثقل العالمية ستقف في جانبها، وجدت نفسها معزولة، هي إلى مزيد من العزلة. نستطيع أن نعيش في الخليج بدون النظام القطري، الشعب القطري يبقى جزء من أرومتنا ومجتمعنا. قطر تتجه إلى المجهول بين قوسين. أنا أؤكد لك أنه في لدينا في وزارة الدفاع المملكة العربية السعودية مركز الحرب الفكرية مختص بتطرف الإرهاب وجذوره وأسبابه ومسبباته. نعم. أكد أن التحويلات القطرية لمناطق التحويلات المالية والدعم والإيواء لمناطق الصراع ولت فصائل الإرهاب بكثرة، وعاق الجهود أيضا الإقليمية والدولية لمحاربة والتعاطي معه. وأيضا أكد المركز أنه تأكد المملكة العربية السعودية وشركائها عدم جدوى أي جهد عسكري أو فكري، يعني لن يكون الحل كامل لدحر الإرهاب طالما أنها تغذى باستمرار بأموال وإيواء وإعلام تنظيم الحمدين في الدوحة مع الأسف. نعم، ذكرت بأن قطر تذهب إلى المجهول، وأيضا أحد ضيوف فلسطين ذكروا بأن هناك تخبط سياسي، هناك مراهقة سياسية تتبعها قطر من خلال يعني تسييسها اليوم لملف الحج. كيف تقرأ هذا التخبط اليوم؟ هل بات واضحا وجليا؟ أوضح من الشمس في رابعة النهار وأشهر من أن يدلل عليه. فقدت قطر مع الأسف سيادتها بوجود تركيا من تحمي الشعب، الحكومة القطرية من الشعب القطري، بوجود مستشارين وأفراد كبيرة من الحرس الثوري. أجل. عندما يفقد الإنسان إرادته وبالذات القيادات إرادته وسيادته وهم يتغنون ويطبلون حول هذا الموضوع تدليسا وكذبا، عندما تفقد إرادتها وسيادتها فهي تتجه إلى المجهول، وستصبح مثل النظام السوري السابق في عهد حافظ الأسد وبشار الأسد الذي جمع حول كل القطيع المعارضين لدولهم، وكما تفعل كوريا الشمالية حاليا. إذا كانت القيادة القطرية بهذا المستوى فأعتقد أنه لا زال في
عائلة آل ثاني الكرام، رجال صالحون، والشعب القطري قادر على إيجاد تحول استراتيجي في البيئة القطرية. إذن من الرياض كان معنا المحلل السياسي العسكري العميد المتقاعد حسن ظافر الشهري، شكرا جزيلا لك.